السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ إسماعيل كنا مدرس بمؤسسة دواء ديبوني مستوى الخامس مادة اللغة العربية. إذا تلاميذي تلميذاتي الأعزاء، مرحبا بكم مجددا في حصة جديدة وبداية أسبوع جديد، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. إذا دائما في إطار الدعم العام لمكونات اللغة العربية، اليوم سنلتقي مع دعم آخر خاص بالتطبيقات الكتابية والذي من خلاله سنقوم بتثبيت المكتسبات السابقة واستثمارها، سواء المكتسبات الخاصة بمكون التراكيب أو الصرف والتحويل وكذلك الإملاء. إذن وسنعمل من خلال هذا الدعم على تثبيت هذه المكتسبات من خلال مجموعة من التمارين. إذن التمرين الأول، أبين إعراب الكلمات التي كتبت بلون مغاير حسب كل جملة. إذن هذه الكلمات المكتوبة بلون مغاير في الجمل سنقوم بتوضيح إعرابها أو نحدد موقعها في الإعراب. اشترى عادل لترا عصيرا. ارتديت الملابس الجديدة يوم الحفل. الوقت ثمين. قرأ عمر القصة والمجلة. إذن كل كلمة من هذه الكلمات التي كتبت بلون مغاير سنحدد نوع إعرابها في كل جملة، مفهوم؟ بعدها ننتقل إلى التمرين الخاص بمكونات الصرف والتحويل. أصنف الكلمات التالية حسب نوعها: كتابايا، إسلام، مضرب، منشور، هاشت، طائر. إذن هذه مجموعة من الكلمات تختلف حسب نوع كل كلمة. إذن لدينا اسم آلة، مصدر، فعل معتل، اسم مفعول، مضاف إلى ياء المتكلم، واسم الفاعل. إذن كل كلمة من هذه الكلمات سنضعها في الخانة المناسبة لها. بعدها ننتقل إلى التمرين الخاص بالظواهر الإملائية، والمطلوب فيه أن نبين نوع الهمزة في كل كلمة. إذن كل كلمة سنبين نوع الهمزة فيها. إذن مفاجأة، طارئ، فؤاد، مليئة. إذن سبق أن تعرفنا مجموعة من أنواع الهمزة، سواء الهمزة المتوسطة أو الهمزة المتطرفة. تعرفنا الهمزة المتوسطة على الألف وعلى الواو وعلى الياء، ثم كذلك تعرفنا الهمزة المتطرفة على الواو وعلى الياء وعلى الألف، وكذلك الهمزة المتطرفة على السطر. إذن المطلوب هو أن نحدد نوع الهمزة في كل جملة، مفهوم؟ إذن أتمنى أن توفقوا في إنجاز هذه التمارين. نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. في أمان الله وحفظه.